قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. واخا انا جاي. واش كحله ولا قري؟ مرسيدس قري. تحية أخرى وبالعكر عاوتاني، مصيبة هادي. هاك هادشي بزاف وتعدى القياس. هاد خينا كيشطح فينا كيف بغا. عندنا بحال شي وحدين معمرهم خدموا هاد الخدمة هادي. كيقتل فوق ما بغا بنفس الطريقة. حنا خاصنا نفس الهضرة، خاصنا الشهود، خاصنا شي متهم. هادشي طلع ليا في صحتي. عرفتي؟ هاد خينا خاصنا نلقاوه بأي ثمن. ولا راه كنا غنمشيو صوبة. كيفاش غادي دير؟ البحث اللي درنا كيبين بان ما كاين حتى شي علاقه ما بين الضحايا. عرفتي اللي غيسطيني انا؟ هاد العكر هذا. هاد خينا بان ليا بحال كيديروا بالعاني. هاد الكلب هذا خاصو يتشد. صافي نسى عليك القضيه ديال العكر. يمكن تكون غير صدفه. الجريمه متشابهه. ولكن مولاها يقدر يكون ماشي غير واحد. بلاتي. فهمني هاد القضيه مازال ما فهمتش. انا غادي نفهمك. الصحافه ملي كيشدوا قضيه بحال هادي الناس كلها كتولي في اخبارهم. وعطى الله مولي الحسنات كيخصهم غير فرصه بحال هادي. مساء الخير سي لطفي. مساء الخير. اش مجري؟ نفس العكر. لبنان المرتدي عمرها 25 سنه عامله. هذه هي المعلومات اللي كاينه عندها في البطاقه الوطنيه. صافي هادشي اللي كاين هاد الساعه. سي لطفي ما تقلقش المجرم غادي نشدوه. المهم الصحافه ما تعرف والو. عربي غدا بغيت الشهور كلهم يكونوا عندي في البيت. سمعتيني؟ بلاتي العربي باقي ما ساليش كلامي خليني حتى نكمل. وغادي دير لي واحد الملف على هاد السيده لا الضحيه. غدا دابا العربي ماشي غدا. يلا العربي اش كتسنى؟ مراد ناخذ واحد شويه ديال الوقت ونفكروا على خاطر. يلا ادخل راسكم العربي راسكم انتوما. يلا
حطيتها. مالي بابا ما تبقاش تعاودي ليا كاش لا تسكت ليا قلبي. صافي حلوه ما بقاش نعاود كي دوزتي النهار مزيان. دابا كملنا بروغرام بقالنا شويه ونبداو في الامتحانات. مزيان. هند ما كايناش معاك؟ مشات وخلاتك؟ لا 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 غير اليوم مشات بكريم حيت خويا غيجي من هولندا داكشي علاش. وحشة واش خليتيها تمشي؟ يلا خليك تستناها. صباح على خير. صباح على خير. فين معك ضعفك يا بابا؟ مصطفى الو سامر فينك؟ وتعطلت يا خويا شحال شي 5 دقائق؟ واخا واخا يلا ما تعطلش. كريمه من غير مخمك تجي التاكسي؟ لا لا يخطيك اخويا مصطفى كنتسنى سمير مول التاكسي غير مشي انت دابا. والله يمسيك على خير. يلا تصبح. معنا غدا ان شاء سلام. الو الو حبيبه مس الخير. على الرقم ديالي. نعرضو عليك الا بغيتي. لا ما كاينلاش هاد الايام كانت عندي الخدمه بزاف لكن حبيبه راكي دائما على البال. ايوا الا كانت الخدمه ما تخليش الناس يسولوا على حبابهم ما عرفت كيفاش غتولي هاد الدنيا سعيده. هاد الساعه راه ما عنديش القانا باش نفسر. انا بغيت نتكلم معاك شويه وصافي. هضرتي مع بنتك على العلاقه اللي بيناتنا؟ باقي ما لقيتش المناسبة باش نتكلم معاها. ولا خايف؟ خايف تهضر معاها؟ لا ماشي قضية ديال خايف. عندها الامتحانات وما بغيتش نخربق ليها دماغها. هاد الأيام تتكلم ليا بزاف على ما. هادي مدة باش امها ماتت وثلاث سنين باش حنا عايشين مخبيين علاقتنا بحال إلا دايرين فضيحة. اسمع يوسف حنا ماشي ولاد 20 عام. أنا يلاه بالكشيفة باش بديت كننسى موت راجلي. ألو مازال تسمع؟ اه كنسمعك كنسمعك. كيفاش كتسمع؟ سعيدة تصبحي على خير. دابا نعاود نعيط لك. واخ على خاطرك حياتك كلها غادي تدوزها وانت هربان. ولكن حاولي تفهميني انا. سلام يوسف. الجهود الموجودين هنا لاباس. قول لهم يتسناو شويه. العربي كاينه شي حاجه جديده؟ استدعيت بعض الشهود اللي متيقن منهم وتعتقد بلي الشهاده ديالهم غادي تساعدنا باش نتقدموا في البحث ديالنا. هذا من جهه. من جهه اخرى توصلت هذا الصباح بالتقرير ديال الطبيب الشرعي.
تيقول فيه باللي المجرم كان تعطي الضحية ديالهم مخدر قوي ومع المتين عسو كان تياخذ الوقت ديالو باش يخنقوهم. هاد الخدمة ما تكون غير ديال شي واحد مريض. كاع الجثث ما فيهاش لي طراس اللي تتبين باللي الضحايا كانوا تيقاوم. والبصمات؟ والو. هاد الخينا هذا عارف اش يدير وحفظ صوارو. حتى من الطرس ديال ديال ما لقيناهاش. جميع الجرائم اللي ترتكبوا ما يمكنش تكون من وراهم مرة. الطريقة والقوة باش كان تيخنق الضحايا ديالو ما يمكن تكون غير يدي راجل. وحاجة أخرى. كاع العيال اللي تقتلوا يمكن يكونوا تيعرفوه. هذا تحليل معقول يقدر يساعدنا باش نعرفوا المجرم. العربي بغيتك توجد لي ملف على الضحايا كلهم، كل وحده بوحده. ها حياتها كيفاش كتعيش فين ومع من، نقدروا نلقاو الخيط اللي كيجمع ما بيناتهم ونوصلوا للمجرم. لبنى المرتدي عندك شي معلومات عليها؟ لبنى المرتدي خدامه في شركه ديال لا كونفيكسيون، وحده خدامه على العائله ديالها في الحي الصناعي. امها قاصه في الدار باه ريتريتي، وعندها جوج ديال الخوت باقي تيقراو في الاعدادي. صافي هادشي اللي كاين؟ لا، على حسب المعلومات اللي عندنا لبنى المرتدي معقوله ودخلت سوق راسها، وكاع الناس الحومه تيشهدوا لها بهذا الشيء. ما عدا بعد الشهود اكدوا لي بلي انها تقدر تكون عندها شي خدمه اخرى من غير خدمتها، باش يلاه تكافى مع الشهر. ولكن هذا الشيء كتمه وحاضر راسها. على هذا الحساب ما كاين حتى شي واحد متهم في هذه القضيه. حتى استعلا لبنى مرتضي كاع رجعت تلقى بهم غير صدفه، وحتى شي واحد ممكن تعرف عليهم ما عدا صاحبتها اللي عارفه عليها كل شيء. مزيان عربي تبارك الله عليك. سير دابا ترتاح وقول الحجاج يدخل الشهود اللي على برا. واخا جلس. اسمعني مزيان، انا ما عنديش الوقت ما نضيع، باغيك تقول لي داكشي اللي شفتي بلا زياده بلا نقصان. واخا نعمس. شنو شفتي؟ شفت الطوموبيل. الطوموبيل؟ دا انا بنت لك كانت فلا. ها جاي دابا انت تقشم معايا؟ راه باغي نعرف المعلومات اللي عندك، تقول لي داكشي اللي عارف. انا راه ما عارف والو. ملي ما عارف والو سد فمك، فهمتي؟ الطوموبيل اللي شفتي كيفاش دايره؟ زرقاء حمراء خضراء بيضاء كيفاش دايره؟ يمكن الا كانت كحله ولا قري. واش عارف ولا ما عارفش؟ ايه عاد تذكرت، مرسيدس قري. هادشي عارفينه. قول لنا حاجه اخرى، رجع الفيلم باش تفكر. مع الظلمه يلاه قدرت نعرف خيال الشيفور كان راجل مقدر ولابس جاكيت ودير على راسو كاسكيطه ولا طاقيه، وشفت حتى الماتريكول ديال الطوموبيل. شحال الرقم ديالها؟ مع الظلمه يلا عرفت الرقم الاول. وي نعم سي لطفي، واخا انا جاي. انا غادي تمشي بحالك دابا، وملي نحتاجوك غادي نعيطو عليك. حاول تفكر شي حاجه اخرى تكون شفتيها ونسيتيها. واخا نعمس. الله يعاونك. حاضر نعمس، غادي نقوموا باللازم نعمس. كون هادي نعمس، احتراماتي. دخل. اش واقع نعمس؟ سير المنطقة الصناعية سوق الخشب. علاش؟ شي ضحية تقتلات وترمات تما غالبا في هاد الصباح بكري. حاضر نعمس. يوسف. نعم سي. القضية راه بدات كتعطي الشيات الفوق. كون انا سي لطفي، هاد اللغز غادي نتكلف به وغادي نحلو في اقرب وقت. انت جيتي هنايا؟ عارفين ستة. ستة الصباح. فين لقيت هذاك السيدة ميتة؟ هنا ميتة. فاش خدمتها؟
ديما انت تكون هنا سوق غاوات السميه فارس ماشي زد اللي ضربها نهائيا في لقيتها فينا بلاصه لا هي مرميه مراد اجي عندي واحد دقيقة سي لطفي عاود لي على الجريمة الجديدة اللي وقعت عرفتي السيدة اللي خدامة في البار اللي كنمشيو ليه شكون كريمة هي اللي تقتلت كيفاش؟ كيف كتسمع؟ مصيبة هذه مصيبة وسكتي أنا شاك في واحد خينا أجي معايا اجيب الشرادي هذا هو هذا شكون نزل نزل اخويا الله يحفظك نزل بغينا نهضر معك واحد شويه قول لي شكون بعدا غادي تنزل ونطلع نهبطوك اللي بغيتي خذ لك سيجار خلا بلاش عاود لينا من الاول هادشي اللي كاين راه ما عندي ما نزيد انا غادي نقول لك شنو وقع ضيع الخدمه ديالو وما بقاش قادر يصرف على العائله المراه ما كانتش كتقدر تخرج من الدار حتى تشاور معاه من بعد عامين ديال الزواج الحل اللي لقات هو انها تخرج تخدم على راسها باش تعيش ولكن اسمع هاد المراه اللي كان كيبغيها وتزوج بها من بعد دارتها بالمعقول هزت ولدها وحوايجها وخرجت في حالتها لقى راسو بوحدو لا خدمه لا ردمه بيطالي لكن الهم اللي كان عنده هو المصروف ديال الدري ولكن بالنسبه ليا واش هادشي هذا يخليه يكره مراتو خلاها يقتلها هادشي راه غير كذوب شنو اللي ماشي كذوب ها تكلم قول شنو اللي ماشي كذوب انا كنت كنبغي مرتي وكنت كنبغي ولدي ايوا باش يبقى معاك الولد حيدتي المراه من الطريق هادشي ما منوش شنو واش حنايا دابا قلبنا عليك حتى لقينا وضربنا الطريق كامله باش تعاود لنا حتى هاد الحجايه انا راه ما بقاش كتجمعني شي علاقه مع كريمه علاش هادشي كله تكلم حيت كتبغي واحد اخر هذا سبب يخليك تغرق من راسك حتى لرجليك ولكن راه ما درت والو سمعوني يمكن تقلبوا في جهه اخرى جهه اخرى كيف زعما هذاك اللي دخل لحياتي بحال السوسه بغيت نتيقوك عندك حل واحد بينا بلي هو اللي دارها ماشي انت ولكن ما عمري ما شفتو وما عمري ما حاولت نعرف حتى كنسو انا بالنسبه لي هاد الدوسي راه طويتو ايه هاد كلمه الدوسي طوينا راه ما عندناش حنا في القاموس ديالنا وبالاخص في قضيه بحال هادي نزل نزل استنى ليه طلق راسك خرج اش دار لك في هادشي ما عرفت انا بان ليا كنضيع الوقت مع تخينا هذا داكشي اللي بان ليا حتى انا ولكن عندي طريقة أخرى متهم آخر شكون؟
نمشيو بعدا نشربو شي كاس. سي نجيب اج. اسمع دابا حنا راه سمعناك وتيقناك وغادي نخليوك تمشي في حالك، غتمشي للدار غتفكر مزيان فاش غنعيطو لك الكوميساريه، غتجيب لنا دليل بروف صحيحه بلي ما عندك حتى شي حاجه بهاد القضيه هادي، ولا ما عمرك غادي تشوف الشمس، فهمتي؟ يلا تكركب تكركب. يوسف. نعم. هادي مدة وحنا هنايا اش كنستناو؟ اصبر شوية اصبر. السلام عليكم. بوليس. شرفين. شنو عندك في ديك الميكا؟ شي ساندويتشات ديال شي ناس خدامين هنا. كتعرف كريم الزريدي؟ كيانات ديالي. التليفون ديالك هو 061 96 92 98. أييه. ها؟ أييه. فراسك بلا تقتلات. هاد النمرة هي اللي كان عندها الأخرى، أنت اللي تكلمتي معها الأخرى. نزل نهضر معاها. علاش بغيتي نزل هنا نهضر معاها؟ غادي تهرب فين؟ فين غادي تهرب؟ ليش محنا معاك؟ واش صاحبك تفلت منا؟ ها؟ واش عرفتي راسك مع من؟ يلا معنا الكوميسارية. فهموني بعدا. شنو؟ الكوميسارية غادي تفهم مزيان. راني ما فاهم والو الله يرحمك. بلاتي. باغي تفهم؟ كريمة الزريدي. أنت اللي كديها من البار كل ليلة. ياك؟ أش كتعرف عليها؟ ما تنعرف عليها والو. أي تنوصلها كيف ديما؟ وتنجير خدمتي. وفين كتوصلها كل ليله؟ عند والديها. ولكن حنا اللي فراسنا هو انها ملي تطلقات ما بقاتش عايشه مع والديها، ولات عايشه مع شي واحد اخر. شكون هو دخيله؟ هضر. شكون هو؟ شكون هو هذاك اللي منوض السكندر في البار قبل ما تقتل؟ شكون؟ كي غادي نعرفوا؟ انا ما كنتش حاضر لهذا الشيء اللي تتعاودوا. اسمع اسمع مزيان، هاد القضيه راه ماشي سهله. حنا راه ما تابعينش الشفار كيسرق قبل بزاطم. هذا راه قتال وقتال صحيح، فهمتي؟ سيدي يلا سيدي سيدي الكوميسار ديالي غادي تعرفكم. تابع على هاد الحساب، هاد القضيه غادي تبقى كتجرجر. سي لطفير عندنا بزاف ديال الاحتمالات، منها ديال نجيب رجلها كيقول بلي ملي كان مزوج بها كانت كتمشي عند صاحبها، وكاين احتمال اخر هو ديال الشيفور ديال الطاكسي وديال سيمو. اه بالنسبه لسيمو هو ما سميتوش هكاك، سميتو محمد الورادي، هذا هو العنوان ديالو. صحابو كيعيطوا له سيمو. علاقته مع كريمه الزريدي ما فيهاش غرام ديال الشك. يوسف فهم. سمحوا لي، كريمه ملي طلقات مشات تعيش مع والدها، بداو كينكدوا عليها وكيديروا ليها بزاف ديال المشاكل وهي تخرج من الدار. سي نورمال، مراه مطلقه كلشي كيشوف فيها شوفها ناقصه، خصوصا انها خدامه سيرفيس في بار. دابا نتوما كتهضروا لي على كريمه بحال عندنا غير كريمه، راه عندنا ضحايا اخرين، وهاد الضحايا تقتلوا بنفس الطريقه، من المحتمل انه يكون مجرم واحد. سي لطفي، هاد القضيه راه خصها شويه ديال الوقت. شويه ديال الوقت؟ انا راه خصني شي حاجه من الموسى، ما خصنيش الهضره. يوسف يوسف مالك؟
كما كتفكر في شي حاجه من بعد غادي تفهم. مراد هذاك السيمو بغيتك تعرف ليا اش تحت راسو. العربي اجي عندي دابا يلا. تبارك الله عليك نزق خف من خيالك جلس جلس. العربي بغيت نكلفك بواحد المهمه ولكن بغيتها تبقى سر بيناتنا. اعتمد علينا العمس. غادي تحط العين على مراد وتتبعو فين ما مشى ولكن حتى شي واحد ما يعرف. اسمح لي العمس نسولك واحد السؤال. راه هادشي اللي ما كنبغيش. العربي مراد مقترحينه باش يطرقه وانا كلفوني باش ندير بحث على حياته. صافي تفاهمنا. القاضي ضرب على راسي العمس. الله يعاونك. هذا العنوان فين غادي يكون دابا مراد؟ اسمح لي انا مازال الترقيه ديالي من بعد. العربي من بعد انت كتشوف فينا مشغولين. السلام عليكم. لحظة انت هو سيمو؟ الو وي سي محمد وطلقنا صاحبي. اصاحبي سير جيب ليك شي دويره اولا خدا حاجتك في القهوه اللي حدانا. اخويا خاوتي شاربه انا باغي نقضي هنا. الخير هذا غادي يورقني. اسمع سيمو غادي يجيك قول الشكر ولا كيدور عليك. عندنا دي بروف صحاح وعلى حساب الشهود اللي كنتيقوا فيهم وكنعرفوهم عندك شي علاقه بينك وبين الضحيه. يوم من بعد شنو نوع العلاقه اللي بينك وبينها؟ باينه هي ماشي مراتي. انا وصاحبي اللي خدام معاه شفناكم فاش كنتي درتي سكوندا في البار اللي خدامه فيها صاحبتك وقلتي بالحرف غادي ندمك على النهار اللي تزدتي فيه. كاينه هاد الهضره؟ قلت هاد الهضره. غادي نعرفوا علاش؟ هادشي كيهمنا بجوج. ما تصورش شحال تيهمنا حتى حنا. هادي مشكله بيني وبينها. ومن بعد مصيبه مع هاد السيد هذا. واحد دقيقه هدتي كريمه ياك قلتي لي انا ما حليتيش المشكل ديالك هذوك العينين باش كتحظي بهم انا نقلعهم من بلاصتهم ونخليك بلا ما تدمعي. قلت هاد الهضره. وشنو هو هاد المشكل كاع اللي خصو يتحل؟ كنت محتاج للفلوس وما بغاش تعطيني. انت مولف دائما كتاخذ الفلوس منا. بعض المرات. بعض المرات لا خصك تعرف. ايه خصك
كنت عارف 4 سنين هادي وانا شوماج. نعرف كيف تسمع من فمك. اي 4 سنين وانا شوماج. كانت عندي واحد الخدمة وضيعتها على ودي مشكلة صغيور. شاجة صغيورة هكاك ياك بحالاش؟ كنت خدام في لاكاز ديال واحد الريستورون صغير. واحد النهار تغريتو. ديتي يدال بحال الناس كاملين ياك؟ واسمع تعاود ليا كيفاش تصاحبتي مع كريمة. كانت كليونت كتجي عندي للريستورون فين كنت خدام. شحال زعما هادي؟ 4 سنين 5 سنين ولا اكثر. نهار عرفتها هو لو 13 اكتوبر 2001. قبل ما تصاحب معاك كنت عارفها بلي مزوجه وعندها ولد؟ كنت عارفها مزوجه ولكن ما كانش عندها الولد. امتى وانتم عايشين انصوم؟ 5 سنين. صح لي واحد الدقيقه نجي. الله يهونك بالله ديك شويه نهضر معاك. ما باقي دير بوليس. قول خلي حاجه عبره. الو يوسف. انا مع سيمو في القهوه. عرفتي اخويا عرفتي راه عندي الطون ديال الاسئله مدوخ لي دماغي. شوف قول لي الله يرحم باك شحال عمر ولد كريمه الزريدي؟ شحال؟ 4 سنين. صافي مزيان. دابا انا شاك في سيمو. كاين دو بوسيبيليتي. يا سيمو هو اللي قتل كريمه على قبل الفلوس. يا راجل هو اللي قتلها لانه كيشك بان هذاك ماشي ولدو. انت شتي اش غدير؟ قلب في الدوسي اللي عندك. اه قلب عن لا ضد نيسونس دو ولدها. هانت الو 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 يوسف. الو يوسف. وشنو صاحبي هادشي؟ شنو زعما الريزو؟ الريزو تقطع زعما؟ واخا الله يرحم باك قلب ليا لا ضد نيسونس ديال ولدها. الله يعطيك الصحة محتاج به. واخا صافي صافي انا غنستنى. داكور انا غنستنى. عرفتي سي مولا غضب ولد التراسوم عندو فين يمشي؟ واش قلتي؟ فوقاش زاد ولد كريمة؟ لو 29 اوت 2002 داكشي اللي قلتلك. غالبا الولد زاد بطريقة غير شرعية. وبلاتي هانت ضربة بحسبة. كريمة تصاحبت مع سيمو لو 13 اكتوبر 2001. الولد زاد لو 29 اوت 2002 ياك؟ يعني تقريبا 9 شهور وزيادة. نزيدك واحد المعلومة أخرى. كريمة ونجيب عامين وما مزوجين عمرهم ما ولدوا. شوف شوف غنخليك تفكر في هذه القضية ومن هنا ساعة نعاود نجي عندك صافي. اش قلتي؟ بغيتي تشوفني دابا من هنا ساعة؟ واخا فين؟ قوة البيراميد. يلا ولكن بشرط أنت اللي غتخلص القهوة. يلا باي. يوسف اجي واش العربي ما خدامش هاد خدام؟ علاش؟ بحال اللي شفتو في هاد الشارع اللي هنايا وقيلا راه تابعك. انا اللي قلت ليه وصل عليا القهوة بغيتو يخلص لي الفاكتورة ديال التليفون. الو العربي قال لي مراد شافك في القنت ديال الشارع. تلفتي على القهوة اللي نعت لك ولا شنو؟ يلا اطلق راسك البوسطة غادي تسد. عولت عليك بكري. يلا سر براسك سر براسك سر براسك.
تشرب شي حاجه؟ لا. يوسف بصراحه انت عمرك ما كذبتي عليا. نعم. القضيه ديال التليفون بغاش تدخل لي راسي، غادي نجيب كود البوليسي ديال جوج فرانك اللي تابعني من الصباح. اش كاين؟ اش كتشك فيا؟ كتشك في الطريقه باش كنخدم؟ زعما ما انت صاحبي و صافي 5 كون طرافي اونسومبل. لا السلام عليكم. عارف المهمه ديالك سالات تبارك الله عليك. كنت عارف بلي ما كاينش اللي قد بها من غيرك. ايوا اجي معايا. فين؟ فسر ليا. اش عندي ما نفسر لك؟ بغيتك تجاوبني بايه ولا لا. واش انت مورط في هذه القضيه؟ واش انت اللي كتقتل؟ واش كتشك فيا؟ عندي الحق نشك. خدمتنا هكا دايره، كاع الناس ابرياء، ولكن ديما تيكون شي واحد مشكوك فيه. بان ليا بحال اللي كنحلم والله. 5 سنين، 5 سنين وحنا خدامين مجموعين، وداكشي اللي علمني الله علمته ليك، وكنت كنحسبك خويا ماشي خدام معايا. دابا بغيتك تقول لي الحقيقه، بغيتك تقول لي كل شيء، داكشي اللي كيدور لك في دماغك. مراد، مراد انا باغي نرتاح، سمعتي؟ تكلم، تكلم ابو مراد، تكلم، قول شي حاجه. انا حمار، انا حمار، انا حتى لهالدرجه تنقلب على مجرم هو معايا؟ حتى واحد ما تجيه لبالو انسبكتور دو بوليس كيقتل ياك؟ ها حسبتيها مزيان، حسبتيها مزيان يا مراد،
حصلت يا مزيان حياة الدنيا. بس عرفتي عمرني ما ننسى الشوفة اللي درتي في كريمة في البار ديك الليلة قبل ما تقتل. عمرني ما ننسى الهضرة اللي كتهضر على العيالات كل ما جبدنا شي مرة. عمرني ما نسيت من اللي قلتي لي غير سير انا غادي نبقى واحد شوية. كنتي كتوجد ضرورتك ها؟ كنتي كتوجد ضرورتك وانا ما جايب خبار بحال البهيمة. انت ماشي بشر، انت ما عندكش القلب، ماشي بشر. مراد، مراد انا باغي نعاونك الا بغيتي. انا ما كنحكمش عليك، انا بغيتك تفسر ليا، بغيتك تفسر ليا واش انت ولا ماشي انت. هادشي اللي بغيت، عندي الحق ولا ما عنديش؟ ها مراد، ما تخلينيش نهز السلاح عليك، ما تخلينيش نهز السلاح عليك، فهمتي؟ انا راه ما عندي ما ندير بدوك القرايد اللي غادي يعطيوني الا مشيت حتى شديت اللي كيقتل واكثر. يا انت الا كنت انت مراد انا غادي نقدم استقالتي، سمعتيني؟ نقدم استقالتي. مراد هذاك الدوسي انا اللي مكلف فيها، مراد انا اللي مكلف فيه، سمعتي؟ وانا اللي خاصني الاول نعرف اشنو فيه، انا اللي خاصني اعرف الاول. مراد اتسنى حتى نوصلك، ما تكونش راس قزح. مراد الو العربي، مراد كاين تما؟ لا واخ صافي صافي صافي. مراد هذا يوسف، شعل البورتابل ديالك بغيت نتكلم معك. انا غلط، ما عرفتش شنو وقع ليا، اسمح ليا بزاف. ماشي من مصلحتك ما تخدمش، رجع لخدمتك ومن بعد نتكلموا. بسلامة عليك. لا جيب الشرطة هنا العمل، خليه يدخل. قاعد يا سيدي، شكون اللي قال لك جلس؟ ونوض. قتلتيها ولا لا؟ اشنو؟ كنهضر بالشينوية، هذيك اللي كانت مراتك، قتلتيها ولا لا؟ وعلاش غادي يقتلها؟ علاش؟ أنا اللي كنسول ماشي أنت، وهاد السينما ديالك ما ديرهاش معايا. دابا جيني للصراحة وقول لي هذاك الشيء اللي كاين، أنا غادي نعاونك. كلمة ديال الرجال، قتلتيها ولا لا؟ شوف الله يخليك، دا
داكشي اللي عندي قلته كلشي في مره فيتها، راه ما بقى عندي ما نقول. قلتي داكشي اللي بغيتي، انا بغيتك تقول لي داكشي الاخر اللي ما قلتيش، بلا ما تخبي عليا حتى شي حاجه. ماشي غادي نخبي عليك، عارف بلي ماشي في مصلحتي. انا غادي نشرح لك، جلس. كريم وسيمو تعرفوا في 13 اكتوبر 2001، والولد زاد عندكم 29 غشت 2002، تقريبا 10 شهور بعد ما تعرفت كريمة على سيمو، ودازت عامين على الطلاق ديالكم انت وكريمة. عمرك ما شفتي الدري، علاش؟ انا نقول لك علاش، حيت شكيتي في مراتك. ها انا متفق معك، الرجل اللي بنفسه ماشي غير يقتل، يقدر يدير شي حاجه كتار. كاين هادشي ولا ما كاين؟ اذا انت اللي قتلتي مراتك. على هذا الحساب كتهموني. شوف الله يخليك، انا راه قلت لكم بلي ما عندي حتى علاقه بهذه القضيه، وما عنديش شك بلا نبيل ولدي وزيد كريمه، كنت متفق انا وياها باش ما نولدوش. نبيل هي حيت ما ضربنا ليش الحساب، وهذا ما تيعنيش بلا ماشي ولدي. انت راسك قاصح، ما بغيتيش تعاون معنا. ها دابا غادي تمشي في حالك، وملي نستدعيوك اجي نوض لينك. شوف فكر مزيان. الو مراد، انا كنسمعك. واخا متيقن بلي ما بقى بيناتنا ما يتقال. اش كتخربق؟ اش غادي تقول؟ راك كلشي قلتيه. كيفاش بغيتيني ندافع على راسي وانت حطيتي في يدي في الحبس؟ اسمع 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 اسمع، انت متيقن بلي انا نقدر نقتل؟ وجاوبني جاوبني اخويا، علاش داير فيها مطور ولعب ليا كولومبي وديك النمره التليفون والفاكتورات وحط لي هذاك المكلخ ديال العربي تيتجفز عليا؟ واخا واخا انا اللي كنشوف فيه، هو كنشوف فيه عباد الله، انا كنشوف فيه شنو زعما؟ انا كنتوهم ياك، كنتخايل لا ولا هو تخرج في عقلي وكنشوف الناس كلهم تابعين ياك. شوف انا كنحس بالحقره، اش كتعرف شنو هي الحقره؟ قلبي راه منفوخ من جهتك، في اي لحظه ممكن يتفرقع. اسمع انا بلا ما تحاول، فهمتي؟ اش تخربق؟ اش كتخربق؟ كيفاش غنقلبو الصفحه؟ الا كنت كتقدر انا ما نقدرش، دير خدمتك. الا كنت متيقن بلي انا نقدر نقتل، اجي اعتقلني انا في الدار، انا غادي نبين لك بلي ما عندي لا يد ولا رجل في هذه القضيه. شنو؟ بلا ما تحاول. واخا انت تشوفني فين امتى؟ توحشتك حبيبي. كي دايره؟ بخير. هند عندنا، يا مرحبا. لاباس؟ بخير. فين وصلتوا في القرايه؟ مزيان افونسينا، يلا جات عندي باش تراجعوا عليا. مزيان. اش هادشي؟ هادشي زوين. هادي جابها لك خوك من هولندا، كاينه ولا ما كايناش؟ عمي ما كتفوتو حتى حاجه، سالي لي وحده نشوف. لا بغيت تخلقوا لي مشكل نتوما. دابا كيفاش غادي ندير باش نبقى نفرق بيناتكم؟ ها زوين هادشي بالصحة والراحة. هاك يا ماما، شوف غادي يجي عندي عمو مراد باش يجلس معايا شوية. ها غادي نمشيو باش توجدوا لنا واحد الكويز ديال القهوة يكون مزيان. واخا واخا. قول سمحوا لي خربقت لكم البرنامج، ولكن ما عليك. لا لا ماشي مشكل، يلا ما تهرفيش.
كيداير بخير؟ على سلامتك. الله يسلمك. كنت متيقن بانك غتجي. تبارك الله عليك. تفضل. مرحبا بك. الله يبارك فيك. قريب كيداير بخير؟ الحمد لله. اهلا ريم. كيداير ماما؟ لاباس عليك؟ هند صاحبة بنتي اعز ما عندها. تبارك الله. قولي شنو قهوه بالحليب ولا قهوه؟ قهوه كحله. مراد اسمح لي، اسمح لي بزاف على داكشي اللي وقع. هاد الايام كنت معصب بزاف، ولكن الصحبه ديالنا غتبقى هي هي، عمرها ما غادي تتغير. ثق بيا. ما غاديش نخبي عليك يا يوسف، حرقتيني في قلبي. دابا وليت خايف، ما نقدر نثق حتى في شي حد. ولكن مراد واش ماشي من حقي نشك؟ اسمح لي، الشوفات ديالك والهضره على العيالات خربقات لي الدماغ ديالي وخلتني نشك بصراحه. كتعرفني بلي ما عنديش مع العيالات، ما كنستحملهمش، لكن واش هذا السبب باش نخليني نقتلهم؟ سي فري هاد الايامات انا موضر تالف محن بزاف، وهز في قلبي من جهتهم. فهمتي؟ عشو مالك هادشي كله هز وهاد الهم كله وما تقولاش ليا؟ هادي الصحبه. ها حس بيك بحال بغيت دير معايا اونكيت. الله يهديك، ما كاين لا اونكيت ولا حتى شي حاجه، خلينا من هادشي كله. واخا واخا يوسف، هادشي ماشي سهل عليا، لكن غادي نعاود لك مادام بغيتي تعرف. بحق وعدني هادشي اللي غنقول لك يبقى بيني وبينك. عرفتي تمنيت كوك انا واد الشمس تشوفوا فيا طول النهار. جلس مراد. سعاد مالك ياك لاباس؟ كاين شي حاجه؟ لا خليك الا ما جلس. واخا لا انا جالس، لكن كاين شي مشكل. العلاقة اللي بيني وبينك حسبها سالت من دابا. كيفاش؟ كيفاش العلاقة حسبها سالت؟ غير هكاك زعما وصافي، بوحدك قررتي تحبسي بحال انت بوحدك في هاد العلاقة. انا ما كاينش، ما عندي وجود، ما عندي كيان. سعاد واش كتعرفي اش كتخرجي على فمك؟ المهم السيمانة الماجية غادي نمشي لفرنسا. عاود يمكن ما سمعت ولا ما فهمتش هادي شهر باش كنوجد. هذا خرج العقل، هذا خرج العقل. فهمتي؟ هادي عامين حنا معاشين ياك، عامين وهكا بوحدك في نهار واحد قررتي بيه تسافري. مراد حاول تفهمني، انا ماشي غادا مهاجره، انا غادي نسافر نكمل قريتي غير عامين ونرجع ونتمنى نشوفوا المستقبل ديالنا.
خاصك تعرف واحد القضيه، ما بقى بيناتنا مستقبل. غير سمع ليا مزيان. سمعيني انت، صح انت كتهضري دابا، انا اللي خاصني نهضر. بغيتي تسافري صافي، سيري لفرنسا، سيري لهونغ كونغ، سيري للمريخ، انا ما غنستنى حد. Bon anniversaire. خلصي بيه راسي، باقي خلصي بيه حلوة. بعد قمت بيها طاكسي سيري بيها المطار. من بعد خمس شهور ضغطوا عليها دارهم، زوجات واحد من لافامي كتعرفوش. من بعد وقع اللي وقع، طلقات ورجعت للمغرب، سمحت في داكشي اللي كانت كتحلم به. داكشي على علاقة قبلو ظلماتني، دابا راه خدامة في واحد السوبيريت كيسير، أصالي مينابل، عندها لا هدف ولا رغبة. مراد، عندك الزهر اللي ما تزوجتيش بها ودرتي الولاد، دابا ملي فتحتي لي قلبك، غادي نعاود لك قصتي، وأنت أول واحد غادي يسمعها. كنت قراد انسبكتور، هذيك الوقت ريم كانت باقا صغيرة، كنت سيمانة في واحد الميسيون ودرت مجهودي باش ندخل بكري، توحشت بنتي ومراتي. داز الوقت، عاد عرفت بأن رجاء عايشة في طنجة هي وراجلها ووليداتها، وأنا بقيت هكدا تالف ما عارف اش ندير. الخوف والشك خربقوا لي دماغي، بقيت تابع الخدمة حتى تشتت لي العش. في الحقيقة أي مرة كتبغي راجل يكون حداها ويحس بها، ريم ما فرصة والو من هادشي، ما بغيش نخسر ليها الصورة اللي عندها على امها، ودابا كتزورها مرة مرة وكتشوف خوتها. خوتها من ما بابا؟ نعم احبيبي. هين كتمشي؟ غتمشي؟ عمي راه 11 ونص هادي خصني نمشي. باباك وماما غيتقلقوا عليك. قلا يوسف حتى انا نمشي واخا ما عنديش اللي يتقلق عليا. مزيانة، مراد غادي توصلها معاك، راه في طريقك. واخا. بابا. سلام عمي. سلمي على باباك وماماك.
وانت بابا ما عطيتش ناس؟ غادي نبقى شويه ماما، سيري انت تنسي. صباح على خير. صباح على خير. شكرا، اسمح لي على الديرونجمون. الو، شكون عطاك نمرتي ديال التليفون؟ داكور عاد كنبقيتي كنقلب عليهم. داكشي ما بغيتشني تنفيق مالي الدار. واخا هاني خارج. واخا معايا. انا سي لطفي. كيفاش؟ فين هادشي يا سي لطفي؟ واخا انا جاي دابا. في الحقيقة ما كانش خاصني نتيق به. دارها بيا. قتل صاحبة بنتي. أعز ما عندها. والمشكلة أنني أنا اللي قلت ليه وصل. دابا كنحس براسي أنا اللي مسؤول. أنا السبب. انا السبب. واش عندك شي دليل؟ مراد راه من احسن العناصر اللي عندنا، وهاد الهضره اللي كتقول راه ما تشربنا حتى شغمه ديال الماء. راه خصنا الادله. عرفتي اش غدير؟ خذ لك واحد النهار ولا يومين وارتاح وفكر مزيان. الا زدنا غير ليله غادي يقتل وحده اخرى. هذا كيخصو يتعتقلوا في اقرب وقت، والا غادي ندير فيه شرع يدي. يوسف راه يقدر يقتل بنتك، ولا يقتل بنتي، ولا بنت واحد اخر. سي لطفي، مع احترامي لك، مراد ما بقيتش باغي يخدم معايا، وهاد القضية انا بغيت ناخدها بوحدي. انا غادي نتكلف بها، وهاديك الساعة نتحكم. المهم النتيجة. عربي تسنى واحد شوي، تسنى براسك. صافا با ماكش هانتي ولا؟ اسكت لقات لي ولدك اصحاب لك غادي تفلت. ها شنو واش كاين يوسف؟ انا ما فهمت والو، اشرح لي. هاد المرة ما كاينش اللي غادي ينفعك، سمعتي؟ ما كاينش اللي غادي ينفعك، انت مول هاد الفعايل، انا غادي ندير جهدي باش نغرقك، سمعتي؟ يوسف ما فهمت والو، اشرح لي. علاش قتلتيها؟ علاش قتلتيها؟ علاش؟ شكون هي؟ هند. شكون هادي؟ هند اللي وصلتي لبرا بالطوموبيل. تفاجأتي؟ ها؟ تفاجأتي ياك؟ شوف يوسف اسمعني، أنا وصلت للطوموبيل وكسرت الليمبل، دخلت وما عرفتش يمكن يكون شي عند. يمكنهاش. يمكن يكون شي عند في وسط الليمبل. واش غتهكر ليا؟ يا عند رفع الليمبل. هكا ليا؟ ها؟ شوف والله تخبيه هي معانا، والله معانا، ما كانش شي عند أغوى. هاد الحد هو أنت، وهاد القضية دي بعد منا، خرج راسك منا فهمتي؟ ولا غادي نخرقك، ولا غادي نخرقك، وما تمشي تعطيها بنتي. سمعتي؟ يا سلام اللي ولدك. كل واحد يمشي خدمته، كل واحد يمشي البيت ديالو. مريم بركة بنتي، بركة من البكاء، بركة. ما نقدرش بابا، حيت كانت صاحبتي واختي، كل شي بالنسبة ليا. كانت ظريفة، كانت سخية، كانوا كاع الناس كيبغيوها.
علاش طرا لها داكشي؟ علاش؟ صافي بنتي انا فاهم هادشي، هذا ماشي بنادم غصبها في شبابها، ولكن غادي يخلص. كوني هانيه، المهم انت ديها في قرايتك. غدا غادي نمشيو عند والديها نجلسو معاهم شويه ونواسيوهم. ما كنقدش نركز وقت ما كنبغي ندير شي حاجه كتبان لي تسوى هند. لكن بنتي دابا هند الله يرحمها ماتت، انت خصك ما تضيعيش قرايتك. هكا هو التليفون ديالي عيط على الاقل 20 مره اليوم بخيفي، ما عرفش شكون كنجاوب كيقطع. شنو؟ اسمعي، الا قصوا الشعره منك غادي نقلب الدنيا وما فيها، حتى البنت لا ما تقلقيش. ها انا غادي نتكلم معاهم باش يراقبوا الخط، لكن دير واحد القضيه في بالك، الموت ديال هند مشوشاني بزاف. احدي راسك بنتي، احدي راسك مزيان، وإلا ما كنتش في الدار ما تحليش الباب، ما تحلي حتى شي واحد. ومن غدا انا اللي غادي نبقى نديك للمدرسه، غادي نبقى نديك ونجيبك. صافي شوفي نعسي دابا، ارتاحي مع راسك، نسي هادشي. مع السلامة سيدي. مع السلامة لالا. بارك في راسك السي مجيد. ما مشى معك باس السي يوسف. بارك في راسك لالا. ما مشى معك باس السي يوسف. بارك من البكا بنتي، بارك، ماشي وقتو هذا. ما نقدرش نصبر بابا. غير خليها السي يوسف تبرد على قلبها، راه كانوا بحال الخواتات. هاد المجرم اللي حط يدو على هند غادي ندير مجهودي باش نشدو، غادي نشدو ان شاء الله. دير كل ما في جهدك السي يوسف. كون هاني السي مجيد، انا راه حاس بيك، حتى انا عندي بنت، انا مشوش عليها هاد الايام بزاف. ريم يلا بنتي نمشي. يلا الله يخليك بابا، خليني غير شويه. يخليها السي يوسف، تهنى عليها. غادي نرجع للدار بوحدي. لا وصيتك زعما، قلت لك ما تبقايش تمشي وتجيب وحدك، دابا غادي تبقاي هنا حتى نرجع نديك، فهمتيني؟ السلام عليكم هاد الساعة. الله يعشر خطواتك السي يوسف.
تاكسي تاكسي. بزاف على هاد الحمار. زيد اصاحبي غير زيد هي زيد يا الاخ رجاوي. الله يخليك لما تديها في سوق راسك. بابا بورطابلي نسيتو في الدار. عيطي له بنتي من هنا راه بحال اللي في داركم. اش بغيتي عندي ها؟ اش بغيتي عندي؟ واش بقات لك غير بنتي؟ بقات لك غير بنتي ها؟ مالك واش كتحلم ولا مالك؟ اش من بنت؟ الو شكون معايا؟ ريم فين انت؟ فين؟ عند سعد المجيد. بقاي تما ما تحركيش. تاكسي تاكسي. بقاي تما ما تحركيش انا جاي عندك. هذاك الفاز اللي هرستي غادي تخلصو تخلصو وانت غادي تشوف. طلاق راسي غادي تفرقع عليا. ما عرفتش اش بغى عندي. يوسف كلم توا. عصبني علاش يقلب؟ يقدر ما يكونش هو. سعيدة ما تبقاش تقابحي معايا. قلت لك شفته قدام الدار والصور ديال الدار في يديه. صافي هادشي اللي جبتيني كان كيسحب لي. بغيتيني شي حاجه اخرى؟ عيطت عليك بيت زمان فش عليك قلبي ولكن بلاش. سمح لي يوسف دير راسك في بلاصتي. شنو؟ انا ندير راسي في بلاصتك؟ مزيان انا ندير راسي في بلاصتك. واش عرفتي شناهي يدخل لواحد لدارو ويلقى مراتو مع واحد في دارو؟ ومراد مراد اللي كنت كنقول صاحبي يسرق لي السوارت ويمشي لداري يبقشش فيها. هادي الصحبه راه انتوما اللي خاصكم ديروا راسكم في بلاصتنا كلكم. انا الدنيا المسخه طلعت لي في الراس طلعت لي في الراس. سعيده حتى انا راه كنبغي اللي يحس بيا ولكن معليش. يوسف تلقي مني. بلاتي تلقي مني بزاف. هادشي يدخل لي لداري يقلب لي حوايجي السيبه في البلاد. انا ما عمرني ما شفت بحال هادشي مع احتراماتي اللي كسر لطفي. هادشي باش كتهم مراد راه ما عنده لا اساس ولا راس. على هاد القبال انا غير كنخربق. انت شاد طريق وحده ونسيت الطرق الاخرين. راك غير كتشك في مراد وصافي. نعم السي انا ما كنشكش انا متيقن. انت اش غدير؟ خذ لك وقيت وسير ارتاح وفكر مزيان. يا
يمكن عندك الحق، ولكن باقيين عندي بعض التحقيقات خصني نكملهم. هاد القضيه بغيتها تكمل لغيا، راه ولات كتلعب بعصابنا وبعصاب الفو. احتراماتي نعمس. كات كات، ولكن ما عقلش على اللون. في الطول تكون عنده 1.80 متر. ركبات معاه وزادو. كان الطوموبيل بيضاء، كان لابس الجاكيت. اش كاين؟ ياك ما ديرونجيتك. قول اش بغيتي تقول. عرف بلي خدمتي غادي تمشي، مستقبلي غادي يضيع كله، ويمكن تحبس اي وقت. واش هادي نجلة؟ هادي نجلة تسمح فيا؟ تسمح فيا هكا؟ المهم راك عارف علاش. يمكن عرف التهمة اللي غادي تلبسني، ولكن ما عرفتش علاش وكيفاش. عباد الله ما عندي حتى علاقة بهاد العيالات اللي تقتلوا. واش حماقيتي ولا شنو؟ واش بغيتي انا نطيق هاد الهضرة الخاوية؟ خاصك تيقني. خاصك، وغادي نبين لك علاش. ما عندك ما تثبت. يوسف راه هادشي غير تذوب. كريم الزريدي وهند الشافعي ملي شفتيهم راه كنت معاك. راه الحماق عباد الله، راه الحماق بعينو والخجل العقل. واش بغيتي نوضح لك بلي بلا عباد الله؟ بغيتي نوريها لك بلي بلا؟ راه قلت لك ما عندي حتى شي علاقه بهم. هادشي هو اللي غادي نعرفو من بعد. دو تفاصو، شوف انا ما غادي نخسر والو، فهمتي؟ البراءه ديالي غادي نبينها بغيتي ولا كرهتي، وغادي نوريها لك وانت غادي تشوف. والله واخا تكلفني حياتي كلها. سي لطفي، إلا جات على خاطرك واحد الدقيقة بغيت نوريك شي حاجة. واخا نعمس. ألو، وي سعاد، كي دايرة؟ هذا مراد. صافي نسيتيني. أنت كتشوف السي لطفي، هذا اللي دخل كيعرف البيرو قنت بقنت، وعارف الدواسة ديال هاد القضية في المخبين، والباب ما مهرش. لا بزاف، هادشي راه تعدى القياس. لونكيت مدة هادي وحنا خدامين فيه، كلشي مشى غير هكاك. صافي صافي، هاد القضية راه ما غنقدرش نحسم فيها. مراد راه ماشي بوحدو اللي كيدخل لهاد البيرو. هي دابا أنا اللي حركت هادشي. ضروري يكون عندي شي سبب باش نعيط لك. السي لطفي، مول هاد الفعلة نشدو نشدو، طال الزمان ولا قصار. نقدر نشوفك اليوم مع 8 ديال الليل. لا لا، ما يمكنش، عندي اليوم واحد موعد مهم في العشيه. نقدر نعرف مع مين؟ على ما كنظن بان ما كيهمكش. الوغ ما تقطعش.
الو بسلامة حتى نعاود نعيطك صافي. الو وي الو وي عندي فاش نوطي يلا قول زيد صافي. Salut. صح ملي رجعت لفرنسا حياتي كلها تبدلات، حتى السعاد ديال شحال هادي كنحس بالله ماشي هي انا، كان كلشي كيبان لي زاهي ودابا وليت غير هايمه في هاد الدنيا هادي بحال شي كسده بلا روح. ما ندمتش هذاك كان الاختيار ديالي، ولكن اللي كيدار لي هما اللي شوا ديالي اللي كانوا فالسو. مي بون انا اللي اختاريت حتى شي حد مبزز عليا. كاين شي مشكل؟ شكرا والله الا كنت مشهيه شي حاجه بارده نشرب. هز يدك الفوق بشويه طلق عليك البنت. خرج ما تدورش، خرج طلق راسك، خرج غير بشويه طلق. الكلب دور. ما مشيت ما مشيت حتى شديتك ياك نسيتك شديت حتى شديتك كنت شافو بحال شي توابيد. كلب الاخر حصلتي ما بين يديا. ها سعاد لا بقى هي مراد صافي يلا العبي العبي فلس عربي وليتي نزق الطيره. اسكت 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 اي قف 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 عربي فكو فكو عيط لومبيلونس. الو الله يخليك عندنا واحد السيد مضروب هنايا. يوسف 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 شحال هادي وانا خدام معاكم عمركم ما عرفتوا شكون هو يوسف. عطيتكم عظم فاش تلاهاو بزاف عليكم البوليس. هاتوا السلاح الكلاب هاتوا السلاح
يوسف يوسف علاش هادشي كله؟ سد عليا دلخوشك فهمتي؟ انا المعلم هنا وحتى شي واحد ما عنده الحق يتكلم. رجاء كان خاصها تموت. شكون هي رجاء يوسف؟ شكون هي رجاء؟ سد عليا دلخوشك ما تسولنيش فهمتي؟ ما تسولنيش. رجاء رجاء كان خاصها تموت، خلاتني ومشات، سمحت فيا وفي البنت. السنين كلها وانا كنت عذب وشد في قلبي، ما بغيتش انا انتحر، ما بغيتش انتحر على ود بنتي، على ود دريم. انا عايش على قبله، سمعتوا؟ انا عايش على ود قبله ريم، ولكن ما عرفتش واش بنتي ولا ماشي بنتي. يوسف يوسف غير اطلق اطلق العربي، غادي نفكروا في ظروف التخفيف. ظروف التخفيف. كنت باغي تشدوني حي. دوك العيالات كلهم انا اللي قتلتهم مراد. انا اللي قتلتهم. اطفو على العيالات، اطفو. فين ما كنت تفكر ديك الغداره ديال الرجاء اللي خانتني، كتجيني اللهفه باش نخرج، نخرج للزنقه، واللي لقيتها قدامي نصفي عليها. باغي توظفني ياك؟ قلت نتغدى بيك قبل ما تعشى بيا. تصيدتك وتشك فيك. كيصحابك دوك الطونوبيلات ماك تعرفهم؟ عارفهم، وكاع الشهود قالوا ياه، كلهم قالوا. كتبقى فيا المتعلم، بغى يولي بحال المعلم، بغى يولي حسان من المعلم. بليد كريمه، الخطه اللي درت لها عمرها ما تجيك على الراس، عمرها ما تجيك في بالك. خليتك حتى خرجتي من البحر. سلام. بخير؟ صافا الحمد لله. كان وصل لا ما نحتفك هاو شي يسمى الولد تاكسي اللي كيوصلني، غيبان ليا بحال بحال اللي تعطل شويه. يقدر يرجع هذاك السيد ديال البويله؟ شكون سيمو؟ ما تخافش هاو سمير جاي. ولا تعطل تاكسي طلع نوصل كامل، ما يكونش راس قاصح طلع ضروري. يلا يحصل. كريمة مالكي؟ والو خذي راحتك. شنو تبغي تسمعي؟ اللي بغيتي بحال بحال. في الحقيقة كتغامري كل ليلة، كتخرجي من الخدمة وتبقي تسناي في الطاكسي والليل، ما يعرف الواحد شنو يوقع لي. يلا معليش ربي كبير. خويا يوسف. نعم. الطريق ماشي من هنا من لا لا عارف، بغيت نقرب الطريق. كوني انايا غادي نوصل حتى للدار. شكرا. انا بالنسبه ليا المراه بحال شي ورده، كيخص الواحد يتهلا فيها. ها اش قلتي رجاء كاينه ولا ما كاينهش؟ رجاء شكون هذا رجاء؟ ما تديش عليا انا، انا كاع العيالات كنسميهم رجاء. خذ شربي غادي تعجبك. شكرا. Oh.
كريمة ملي كنت كنقتل فيها كنت كنتمتع، ما تصورش على نشوة كنت كنحس بها. وهند انا اللي خبيت لها السوارت، انا اللي خبيت لها السوارت وقلت لك وصلها. الو هند، هذا يوسف بابا تريم. عاد كي لقيتيني كنقلب عليهم. ها هما عندي، اجي اليوم. شكرا عمي، سمح لي عذبتك. هند بغيت نسولك يا بنتي، ريم هاد الايام ولات مقلقاني بزاف. وعلاش عمي؟ ما عرفتش، ولات ديما ساهية. واش عندها شي مشكل في المدرسة؟ هند ريم صاحبتك، بغيتك يا بنتي تكلمي لي عليها بصراحة وتقولي لي كاع داكشي اللي كاين. نمشيو نضربو واحد الدويره ونرجعو حتى للدار. طلعي. وهاديك الساعه درت شغلي هند، ملي قتلتها انا درت فيها الخير، درت فيها الخير لانها مشات بلا ذنوب. كون بقات حتى كبرت غادي تعلم الغدر والطحراميات بحال جميع العيالات. مشيت تهزيتيهم باش من وجه بنت صغيره ما عندها ذنب، بنت صغيره مازال صغيره قد بنت كريم، قتلتيها عييتي ما تطور وجبتك الارض. نقول لك سعاد، سعاد طعم. الو سعاد انت فين؟ طعم طعم صرتيه دغيا وجبتك حتى لعندي. بغيتي تقتلني؟ قتلني وطلق العربي، قتلني طلق العربي يلا. بليد وغتبقى ديما بليد. بغيت نفضي معاك حتى انت، ها؟ ولكن باقي ما عرفتش شكون اللي غادي نقتل الاول. احسن نموتو مجموعين. لا ما نموتوش كلنا. العربي العربي سيف حالك. العربي العربي اجري وما تلفتش. العربي اجري العربي ما تلفتش. وانت داك البالي حط داك السلاح، حط له نخرج من مكادي. حط السلاح يوسف، حط السلاح. دابا غادي نصفيو الحساب بيناتنا. خليها بينا وبيننا. قتلني انا كنتصور دابا الدنيا كلها، ها غتولي كلها عامره بلا بيلانسات وصطفيت هاد البوليس. غادي ندير فوضى. مزيان الواحد مره مره يدير شي حاجه. غادي نبدا بك انت ولا انت ولا نبدا بي انا.